بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. والنهارده هو الاثنين العظيم، والاثنين العظيم هو عظيم بكل ما تحمله الكلمه من معنى، لانه عندنا حوار في منتهى الاهميه، حوار خاص وحصري. ده الحوار اللي انت تقدر تقوله هو حوار خاص وحصري، وانت يعني مطمئن، ما بت يعني الحمد لله احنا ما بنستخدمش كلاشيهات في كلامنا، ودايما بنبقى حريصين على انه المرادف اللي بنقوله يبقى بيساوي قيمه عند حضراتكم. فالنهارده حوار مهم مع آن راش، اسطوره ليفربول والهداف التاريخي لليفربول في الجزء الثاني بعد الفاصل مباشره. والنهارده هيبقى عندنا ملوك التحليل في جمهور الثالثه. ملوك التحليل النهارده هيبقى معانا تامر بدوي وعمر عبد الله، وعندنا تفاصيل كتير، وعندنا ماتشات كتير، وعندنا حاجات كتير. وبجمله الحاجات الكتير تعالوا نشوف نتائج ماتشات النهارده الكتير كانت عامله ازاي في بطوله الدوري. النهارده البنك الاهلي بيتمكن من هزيمه مصر المقاصه واقتناص فوز مهم جدا بهدف دون مقابل. والاسماعيلي يعني خالي الوفاض امام فاركو، بيخرج بنقطه بالنسبه للاسماعيلي مش هي ديت لا الهدف ولا المنى. الزمالك بيتمكن من هزيمه الجونه بهدفين مقابل هدف.